أساغبطة بطريرك القدس للاتين بيير باتيستيا باتسابالا، القداس الاحتفالي الذي أقامته الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، وذلك بمناسبة مرور 35 عاماً على تأسيسها. وشارك في القداس الذي أقيم على مسرح مدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال دعيبس، والأب وجدي طوال المرشد الروحي للشبيبة، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات والشمامسة، وجمع من فعاليات الكنيسة، وفرق الشبيبة القادمين من مختلف أنحاء المملكة. وألقى الأب طوال كلمة قال فيها: نعيش إيماننا ممتلئين فرحاً، نتغذى من كلمة الله والأسرار المقدسة. وفي عظة القداس أشاد غبطة البطريرك بالجهود الرائعة التي تقوم بها الأمانة لأجل خدمة الشبيبة في كافة الرعاية، لافتا إلى أن هذا الجهد يعبر عن الإيمان المخلص بيسوع والمحبة الصادقة للكنيسة. ويشار إلى أن الأمانة العامة للشبيبة المسيحية تأسست في عام 1987 في عيد يسوع الملك، حيث تحتفل الشبيبة بعيد شفيعها، وقد جرت العادة أن يقوم سيادة المطران بهذا العيد بتوكيل مجموعة من الشباب ليقوموا بخدمة إخوتهم في الشبيبة من خلال عملهم كأعضاء في الأمانة العامة التي تقوم بوضع خطة سنوية إلى لجان مختلفة من أعضاء الشبيبة. اليوم 35 سنة لإنشاء الأمانة العامة، ومنعرف أنه الشبيبة المسيحية بدأت قبل ذلك في الأردن في سنوات الستينات مع سيدنا ميشيل لما كان في عمان كاهن رعية. الاحتفال هو للتجديد، لتجديد الالتزام الشبيبة، التزام الأمانة العامة، ونهضة جديدة خصوصا بعد فترة الكورونا، بعد توقف الكثير من النشاطات. الأمانة العامة تجدد نشاطها، تجدد التزامها، تجدد محبتها للمسيح وللكنيسة، وتبدأ بانطلاقة جديدة بهذا التجمع، خاصة مع وجود الأمانات العامة السابقة، ويظهر هذه الاستمرارية في الكنيسة، تظهر هذا الروح الجديدة والدم الجديد أيضا الموجود في الكنيسة، ودائما برعاية الكنيسة التي تشجع حركات الشبيبة للعمل ولخدمة الكنيسة ولخدمة مجتمعها. بداية بحب أهني الأمانة العامة والكنيسة بهاي المناسبة الكبيرة. 35 سنة من مسيرة الخدمة والعطاء في الكنيسة هي بركة ونعمة كبيرة من ربنا، ومن وبركة غمرتنا فيها السماء، لأنه الثبات ل 35 سنة هي نعمة كبيرة وسط هاي الظروف اللي احنا مرينا فيها، وخاصة في السنين الأخيرة، السنتين الأخيرات اللي بسبب أزمة كورونا حسينا أنه فقدنا التواصل مع الشباب والتواصل مع المؤمنين. فالجهد اللي عملوه الأمانة واللي حافظوا فيه على تواصلهم مع الشبيبة وتواصلهم مع الكوادر الموجودة حتى يكملوا المسيرة ويكملوا الخدمة كان شيء عظيم رائع، وبدل على عمل الروح القدس المتجدد في الكنيسة. فكل الشكر للكوادر القائمة على تعبهم، على كل جهود اللي بحطوها. ربنا يبارك تعب محبتهم ويثمر فيه دائما أكثر وأكثر، وعبال يوبيل الذهبي. اليوم إحنا مبسوطين كثير بالاحتفال اللي صار 35 على تأسيس الأمانة العامة للشبيبة المسيحية. 35 سنة فعلا من العطاء ومن الشغل، جهد الكبير لكل الأمانات السابقة الموجودين معنا اليوم كمان بالاحتفال. نعمة كبيرة إلنا أنه يشاركنا غبطة البطريرك هذا الاحتفال، وسيدنا جمال كمان لأول مرة وهو مطران بيلتقي بشبيبة الأردن، وإضافة إلى عدد من الشخصيات كمان من مختلف المؤسسات الكنسية وكنائس الشقيقة، وإضافة للفعاليات الرعوية كمان المختلفة. بهذه المناسبة بحب أتقدم لكل شبيبة الأردن بأحر التهاني، بحكي لهم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله لمزيد من السنوات من العطاء والخدمة في الكنيسة. اليوم إحنا كأعضاء أمانة سابقين وأبناء شبيبة جايين نشارك أمانتنا باحتفال 35 على تأسيسها. شبيبة الأردن هي شبيبة شاهدة في مجتمعها، شبيبة تنهض بأفكار دائما جديدة. أعضاء الشبيبة إذا منشوف اليوم هم تبوأوا مناصب قيادية في البلد في مراكز أعمالهم، اليوم هم أيضا قادة مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وأيضا كمان من نقابات، واليوم منشوفهم رياديين أعمال. اليوم إحنا من حقنا في الأردن نفتخر بشبيبتنا المسيحية الشاهدة والمؤثرة في مجتمعها. اليوم كمان احنا بنفتخر ومنجدد افتخارنا وانتمائنا لبلدنا
اللي بنحتفل بالعيد 76 لاستقلاله، وهي مناسبة جدا رائعة وجدا مميزة أنه يكون احتفال أمانتنا مع احتفال عيد الاستقلال، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون أفضل وأحسن للجميع.